بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني أباء. أكتر سؤال يتهيألي بيتكرر في المؤتمرات أو في الاجتماعات بيجي من الستات غالبا، يا جوزي تعبني نفسي يتصلح، يا ابني تعبني نفسي يتصلح. وهي معاها حق، أنا دلوقتي مش بتري عليها، لا هي معاها حق فعلا، جوزها طبعه صعب أو ابنها بعد عن ربنا. والحقيقة الستات حلوين في الحتة دي، إن هما لما بيمسكوا في ربنا بيخافوا جدا على اللي بيحبوا، دي حاجة جميلة فيهم كأزواج وأولاد، بتبقى حياتهم مرتبطة بالفكرة دي. دي فضيلة جميلة في كل زوجة وأم متدينة، إنها بتبقى عايشة بس عشان اللي حواليها يعني يمسكوا في ربنا، ده أهم حاجة عندها. لكن أغلبهم ما بيتصرفوش صح في محاولة إصلاح ذويهم، بدافع الأمومة أو حب الزوجة لجوزها بيعملوا إيه؟ يزنوا، يلحوا، يزهقوا، يستفزوا. فتلاقي النتيجة غالبا إيه؟ عكسية، ما تلاقيش إصلاح، تلاقي مشاكل أكتر. تعالوا نتكلم في ازرع وداعة تحصد إصلاح. يعني لو عاوز تصلح اللي حواليك خليك وديع. الوداعة هي أهم مفاتيح إصلاح الآخرين. ربنا يسوع قال لنا تعلموا مني لأني إيه؟ وهو أكبر مصلح حتى في لغة العالم، أصلح الناس. طبعا إحنا بالنسبة لنا ده ربنا، لكن حتى في عرف غير المسيحيين هو أكتر واحد عمل إصلاح في تاريخ البشرية. فالوداعة هي طريق إصلاح النفوس. ده النص اللي كان علينا حفظ، تعالوا ندرسه حتى حتى. أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا. أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. أول نقطة، بتبص على الشخص إزاي؟ وداعة النظرة. يعني إيه؟ لأنه التعبير اللي قاله القديس بولس يدل على نظرة أب للناس. ده شخص انسبق فأخذ في زلة ما. عارف لما واحد يجي يقول لك فلان اتاخد في قضية، مش بيقول لك هو عمل مصيبة، هو اتاخد في قضية. اتاخد دي كأن الذنب مش ذنبه، كأنه ضحك عليه. هي دي نظرتنا لكل من يخطئ، مضحوك عليه، أخذ. فاهمين أخذ؟ مبني للمجهول، المجهول ده معروف عندنا اللي هو الشيطان. لكن أخذ كأنها لا تحمل المذنب ذنبه، هي بتحمل الشيطان كل المشاكل. فلو كان جوزك صعب، هو الشيطان مخلي طبعه وحش، بس هو راجل طيب. لو ابنك ملخبط، هو الشيطان ضحكان عليه، بس هو ولد كويس. فكلمة أخذ دي فيها وداعة، إن أنا مش مركز إن العيب عيبه والغلط غلطه، أنا مركز إنه اتزحلق، اتضحك عليه، أخذ. كمان انسبق، انسبق يعني ما هو الشيطان مش سايب حد في حاله، فمش بعيد أنا بكرة بقى كده، مش بعيد، يبقى علي أنا الدور. دي برضو نظرة وديعة. ليه؟ وأنا ببص الإنسان بيغلط مش مستبعد عن نفس الغلط، متوقع ان انا مش بعيد عن الغلط، محدش كبير مهما كان الغلط. وكلمه انسان كلمه عامه قوي، بمعنى ايه؟ اي انسان مهما كان قد يؤخذ في ذله، قد ينصبق ويخطئ. فبرضه فيها وداعه، ان ما تقولش ده حتى خادم. يا سيدي ما خادم يعني انسان برضه، ده بيقرا الانجيل كتير ما هو برضه انسان، ده داود النبي ما انسان، أخذ في زلة ما. زلة ما كمان محطوطة بطريقة إنه ما تقعدش تركز في نوع الخطية، لأن إحنا غالبا في دماغنا مصنفين الخطايا إلى خطايا بشعة وخطايا عادية. بس التقسيم ده بيننا وبين بعض مش ينفعنا في الزمن، لأن مثلا الكذبة خطية عادية بتودي جهنم بالمناسبة. فأنت ده تصنيفك أنت، لكن الكذب خطيه كبيره قوي. الادانه توقعك في الدينونه،
انت الدينونة الإدانة دي تقريبا عادي. لا هي مش عادي، هي زلة ما، يعني ما تركزش قوي على نوع الخطية، لأنك لو ركزت على نوع الخطية ما انتش وديع. إذن الوديع نظرته للشخص المخطئ فيها نوع من التبرير، فيها نوع من الاحترام، ده إنسان واتاخد في خطية اتزحلق وربنا يستر علي أنا كمان وهي خطية أيا كان نوعها وخلاص. يبقى شايفين بداية الكلام في وداعة، في تقييم الشخص المخطئ، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما. أصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. يعني إيه روح الوداعة؟ روح الوداعة ربطها ربنا يسوع له كل المجد بتواضع القلب، قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. فيوحنا الدرجي قال أن الوداعة وراها تواضع القلب، وكل متواضع القلب وديع، وكل وديع متواضع القلب. يعني التواضع حاجة جوانية والوداعة النتيجة الخارجية، بس هم حاجة واحدة، فاهمين؟ يعني كل من كان متواضعا داخليا لابد أن يكون وديعا، فيبقى في علاقة. فروح الوداعة معناها أنت من جوه متواضع، أنت من جوه بتحب الناس وشايف نفسك غلبان زيهم وعارف تعذرهم، عارف تحترمهم مهما كانت أخطأهم. كمان روح الوداعة معاها دايما البشاشة. احنا بنتكلم دلوقتي في أساليب خدمة، ما هو ده بيتكلم خدام. بولس في غلاطية 6 بيقول وصفة ازاي نصلح الناس اللي حوالينا. طب دي وصفة مهمة. روح الوداعة معناها دايما أنت بشوش، مبتسم، مرحب، مريح. الوديع دايما يتسم بالاحترام للكل. الشخص اللي يحترم كل الناس يعرف يكسب الناس. فما تعملش الناس من منظور أخطائهم، لأن مهما كانت أخطائهم ربنا بيحترمهم وبيحبهم، فأنت بالأولى. روح الوداعة تبان كمان في الاستماع بحب. وانت وديع كده لما يجي حد يشكي لك او حتى يعذر نفسه في خطأ اسمعه بوداعة، ما تقولوش اطلع من دول، لا يعني هو غلطان اه، بس ما تقعدش تكبسه تكسفه. الاب لما استقبل الابن الضال كان وديع جدا. الاستماع بحب، لما بتسمع للشخص في طريقتين، اما بتسمع وانت مكشر وقرفان دي ما فيهاش وداعة، أو للأسف ممكن تبقى مستعجل زي حالاتي برضو ما فيهاش وداعة. لكن الوداعة تحتاج أنك تسمع بطول بال وتبقى بتحب اللي وانت بتسمع الحب يطلع من عينيك، عارف تعذر، عارف تقدر الشكوى، عارف تحتملها. كمان معاها طول بال، لأنه ممكن واحد يكون مجرح عاوز واحد ياخده بالراحة قوي. في دكتور شاطر تلاقيه شاطر قوي بس بيوجع المريض، وفي دكتور تلاقيه شاطر لكن حريص انه يحايل المريض بتاعه، يحايله بالراحة كده. هي دي روح الوداعة. اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. كل دي حاجات عاوزين نقتنيها يا احبائي. هو ده اللي هيغير جوزك، هو ده اللي هيغير ابنك. الصفات دي انت مستنيها تتغير لوحده؟ لا، ما انت ناقصك بشاشة، ناقصك احترام، ناقصك طولة بال، ناقصك تواضع القلب. زينة الروح كمان، روح الوداعة دي ما تطلعش غير من واحد بيصلي كتير. الوداعة ما تطلعش أبدا إلا من واحد مزين روحيا بصلاة دائمة، بيكلم ربنا كتير. اللي بيكلم ربنا يبقى جواه وداعة، جواه تواضع، يطلع على شكل وداعة. إذن الأفكار دي مهمة قوي. إذا كنا نفشل في إصلاح بعض الناس غالبا المشكلة مش فيهم، غالبا المشكلة عندنا إحنا، مش ودعاء كفاية بكل بقى المعاني اللي اتقالت دي. يقول ناظرا إلى نفسك. يعني إيه ناظرا إلى نفسك؟ أول معنى فيها أنت كمان ضعيف وممكن ما تقدرش، يعني عارف كويس قدرتك، أنت لا تستطيع أن تصلح أحد. الوديع دايما عارف كده، ما كانش ربنا يشتغل معايا مش هعرف اصلح اللي قدامي، ابني مش هيتصلحك مني انا ابوه، يعني لا، لازم ربنا يدي نعمه. فناظرا الى نفسك، ناظرا الى قدراتك، هل انت تقدر تغير شعره حتى؟
هتغير بني آدم؟ هو ربنا اللي هيصلح. يبقى نظرا إلى نفسك اعرف أنك ضعيف، اعرف أنك كمان خاطئ وممكن تغلط زيه. منساش مرة ست فضلت تشكي من جوزها أنه يعني شكله له علاقاته بتاعه، وأنا حاول أقول لها طب نصلي طب نحتمل، وأصرت، وبعد ما سابته بسنة وقعت في خطايا وحشة عشان هي ما كانتش راضية تنظر إلى نفسها، كانت مقتنعة هو اللي بيخون وهو وهو. طيب الشيطان عرف يغلبها طبعا، لأنها هي فاكرة إن هي أبعد ما يمكن عن أنها تقع في حاجات زي كده. ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا، خليك وديعة. يعني هو الشيطان مش هيقدر عليك، أول ما تشوف نفسك أحسن من غيرك هيقدر عليك. كأنك بتقول وانت بتساعد الشخص أيا كان الشخص، أنا محفوظ بالنعمة عشانه، أنا ربنا مديني نعمة عشانه، أنا ربنا ساندني عشانه. تبقى فاهم أنه في نعمة خاصة في اللحظة دي من أجل الغلبان ده، مش لأنك أنت كويس، لأنه ممكن تكون أنت مش قد المأمورية دي. الشاب اللي قدامك منحرف، أو الشخص ده متعب جدا، طباعه صعبة، طب هتصلحه إزاي؟ لا، خليك عارف نفسك وعارف ضعفك. أنا كمان عاوز أقول أنا محتاج أسمع اللي بقوله. يعني إيه؟ وانت بتتكلم أرجوكم وانتوا بتساعدوا الناس ما تقولوش كلام كبير، وما تقولوش كلام ما بتعملوهوش، ما تقولوش كلام مش عاوزين تسمعه. حط نفسك مطرح الشخص وانت بتسمعه، عشان لما تيجي ترد تقول كلام تقدر انت عليه. لأن في ناس ساعات تقول كلام كأنه سهل قوي يعني. لا، من فضلك هتصلح حد، قول كلام انت بتعمله او تقدر تعمله على الاقل، او اسمع نفسك. لما تقول لواحد بص الموضوع ده عاوز صلاه كتير، طب انت بتصلي كتير ولا هو كلام؟ خليك وديع وخليك صادق مع نفسك. نظرا الى نفسك بمعنى ايه؟ اكره الخطيه ما تكرهش الخاطئ. لو اللي قدامك بيشكي شخص وعمال يدينه ما تقعش معاه في الادانه، زي ما بتعذر اللي قدامك اعذر اللي وراه كمان، ما كله غلبان. ما تحابيش الوجوه، يعني ما تعومش على عومه عمال يشتم فانت بتشتم عشان تكسبه. لا لا، ده ما يصلحش حد، ده مش ده اللي يصلح الناس. احذر من الخطايا المنتشره، الرياء والادانه، عشان تعرف تساعد الناس. تحصد اصلاح. يعني ايه تحصد اصلاح هنا؟ احنا اتفقنا ازرع وداعة، تحصد اصلاح. ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا. اول نقطة في الاصلاح، لا تتعجل اصلاح الناس. فكرة ازرع واحصد دي، اصلاح الناس دايما افتكروه زي النخلة. الشجرة ممكن تاخد لها كم سنة، بس النخلة ممكن تاخد عمر عشان تبقى نخلة. ففعلا في ناس كتيرة ما بتتغيرش في السنة وسنتين، ممكن تاخد 40-50 سنة عشان تتغير. وتأكد ان ربنا نفسه طويل جدا، ومع كده كانت محتاجة نقطة المية اللي بتنزل كل يوم من 40 سنة، وكانت محتاجة كل عوامل الطبيعة اللي تساعد النخلة تكبر. لكن عقبال ما طلعت بلحة كان في جيل مشي وليكن. فخليك فاهم ان اصلاح الناس عاوز لازم نفس طويل، ولا تتعجله. اشتغل، كمل دورك، والنتائج قدام. لا تفقد الامل. اياك تقول ما فيش فايدة من فلان، اوعى تقول دي، لانك لو قلتها تنطبق عليك. اولا لو قلت على شخص ما منوش فايدة، ممكن السماء تغلط وتسجلها عليك انت، فتبقى انت قلت على نفسك ما فيش فايدة، انت زيك زيه. بدل انت شايف ان لسه في امل فيك، يبقى لسه في امل فيه، مين عارف شو عايش لسه. كمان افتكر القاعدة اللي قال اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا ناظرا الى نفسك. الروحانيين يعني الحل في الروحانية، من غير صلاة، من غير انجيل، من غير قداس، من غير حب نقي روحانية، مش ممكن هتصلح حد. الموضوع مش علم نفس، الموضوع مش علوم إنسانية، الموضوع مش ثقافة، الموضوع مش حجة، مش شخصية. الموضوع أهم من ده كله روحانية قبل أي حاجة. روحانية هي الحل.
كمان في تغيير اي شخص. ساعات الست تبقى كل غرضها ان الراجل يبطل عصبية. يا ستي خليه يقرب من ربنا، سيبك من العصبية دلوقتي، الاهم انه يبقى روحاني، بعد كده العصبية تروح لوحدها. ام تبقى كل همها ان الولد يبطل حشيش او سجاير، يا ستي الاهم يقرب من ربنا، الحاجات دي هتتبخر لوحدها، بس خليه يتروحن، خليه يحبه، خليه يدخل الكنيسة، خليه يعيش مع ربنا. واحد همه انه المشكلة الزوجية تخلص، مش هتخلص غير لما الناس دي تخاف ربنا وتصلي. الروحانية هي الحل، مش لما نقسم الفلوس ونحدد المهام ومين عليه مسؤولية ايه ونقطع العلاقة بحماتك شوية، مش هو ده الحل. الحل انه تحب ربنا، لما تحب ربنا هتلاقي الدنيا ظبطت لوحدها. فخلينا واحنا بنصلح اي شخص او اي مشكلة فاهمين كده كويس قوي، مش هتتصلح غير لما الناس دي تقرب من ربنا. ما تضيعوش وقتكم، ليس الإصلاح تعديل طباع، وليس الإصلاح بالفلوس ولا بدرجة التعليم ولا بوضع القواعد، الإصلاح في الأول وفي الآخر روحاني. وبعدين يقول احملوا بعضكم أثقال بعض. عاوز تصلح الناس، حط كتفك مع الناس، شيل مع الناس الهم والغلب اللي هم فيه. لانه احيانا احنا بنبقى بنتكلم يعني وقدنا في الميه البرد، طبعا احنا فرحانين بيكم بتوع عشوائيات وقرى بتنزلوا بتروحوا، مش مستنينهم يقولنا مصر الجديده عشان يقولوا الحقونا، لا انتوا بتروحوا تدخلوا بيوتهم وتعيشوا عيشتهم وتفكروا معاهم. هو ده الحل الجذري، انك تعيش همه ومشكلته، ابنه مش عارف يمشي في التعليم، او الجيران صعبين، او السقف مش موجود، او مش عارف، اوكي عيش معاه بقى في المشكلة. احمل ثقة لأخيك. ساعات فعلا بيبقى اخوك طبعه صعب بس مش عارف يغيره، هو متضايق من طبعه بس مش عارف. طب هتفضل تقول له غير طبعك غير طبعك؟ هو عارف، ما هو مش عارف، هو مش عارف. طب شيل معاه بقى خلاص، ما فيش حاجة تتعمل غير انك انت تشاركه غلبه، لان هو مش قادر يصلح نفسه. خليك شبه ربنا يسوع، ربنا يسوع شال اثقال البشرية كلها، شال تلاميذه بعيوبهم وفضلوا فيهم عيوب وماله، وفضل يحبهم، لكن اوجاعنا حملها واسقامنا تحملها. كمان احملوا بعضكم اثقال بعض، يعني فكر في الشخص، فكر فيه تساعده ازاي. اللحظة احبائي اللي بتفكر فيها في شخص تاني لمصلحته دي لحظة مقدسة. اقولها تاني، اللحظة اللي انت سرحان في منفعة انسان اخر دي لحظة مقدسة، ولو زادت اللحظات دي انت مكانك الطبيعي السماء، لان المسيح بيفكر كده، ربنا يسوع بيفكر دايما في مصلحة الناس. لكن أغلبنا بنفكر في مصالحنا، مصالح أولادنا، ولو شخص قدامنا محتاج يعني ما بنستخسر نفكر في حل مشكلته، استخسر عقلنا ووقتنا. كمان لما تشيل شيلة حد ما تشكيش، بقيت بتخدم مسنين معوقين مرضى فقراء، ما تشكيش. لسه في يومين الحر دول كان عندنا مجموعة نزلت أسوان، كانت درجة الحرارة 55 وبيلفوا في القرى مش في التكييف، ورجعوا بمعجزة. يعني حبكت، هي مش حبكت، دي محبة للناس، حاجة جميلة، ربنا يعوضهم ويكافئهم، لأنه مش جايين يشكوا، جايين فرحانين قوي إنهم عاشوا، يعني هم بس جايين يقولوا روحنا. هنا حاجة تفرح، أكيد ربنا يسوع بيحب كده وبيعمل كده. الوديع بيبص لكل خاطئ على أنه يطلع منه خاتم، الوديع بيبص على كل شخص خاطئ أنه في المستقبل خاتم. المسيح عمل كده مع بطرس، بطرس بيقول له أنا راجل خاطئ، وخاطئ دي كلمة وحشة عنده، يعني أنا حرامي، أنا أي حاجة. قال له تشتغل معايا صياد ناس، هو حطه في دماغه انه يبقى خادم. الوديع بيقدر يشوف في كل جاهل ان ربنا هيختاره، لانه اختار الله جهلاء، جهال العالم ليغزي الحكماء.
فكل واحد شايفه جاهل، مين قال انه ما ينفعش بحاجة كبيرة قوي بكرة؟ الوديع بيشوف كل عنيد شخصية قوية، الشباب اغلبه عنيد، بس العند فيه جانب حلو، العند المقاوحة دي لو ظبطت ضد الغلط ما هي دي اللي بتطلع ناس جدعان. طب ما تبص للحتة دي، انه ده شاب قوي لانه هيقاوح مع الحق، هو ده اللي هيطلع منه شهيد، لان الشهيد لو ما كانش عنيد ما كانش يستشهد، بس عنيد في الحق، هو ده اللي هيحمي الكنيسة في ايمانها. لو اثناسيوس ما كانش عنيد ما كانتش الكنيسة مشيت، بس مش عنيد بالمعنى الوحش، قوي. فانت لو لقيت واحد عنيد بص من الجانب الحلو، الوديع يشوف كل فقير غني، غني بحاجات تانية، غني بالشكر، غني بالبساطة، غني بالإيمان. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان، تقدر تشوف الغنى في كل فقير. الوديع يشوف كل ضعيف بطل، ليقول الضعيف إيه؟ بطل أنا. احنا معنى كده احنا ما عندناش نظر خالص، لأنه احنا بنشوف الناس بطريقة مختلفة. يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. يعني ايه تمموا ناموس المسيح؟ ناموس المسيح يتلخص حب ربنا وحب الناس. حب الناس تخلص في ايه؟ شيل مع الناس. ربنا يسوع له المجد مش بيقعد يقول لنا مشاعر، ربنا يسوع بتاع شغل، فيهمه في الحب اكشن، يهمه في الحب دايما التعب. التعب هو المقياس الاول عند ربنا يسوع للحب، مش المشاعر. ما تقوليش نفسي يعني مالت للفقير ولا ما مالتلوش، مش مهم خالص، تميل ولا ما تملش، مهم تساعده. مش مهم الحتة النفسية دي ما نركز فيها كتير، لان احنا بتوع التلفزيون والسينما بقى الحب عندنا شوية مشاعر. الانجيل ما قالش كده خالص، الحب اللي في الانجيل كله اكشنز، كله شغل، كله تعب، اللي يحب يتعب، يحب يشيل على طول. فهنا هو ده تتميم الناموس، انك انت تبقى مستعد تتعب مع كل شخص. ربنا يسوع تمم الناموس، عمل ناموس كامل، لانه قال الحق اقول لكم، او سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم. طلع بكل الوصايا خطوة لقدام في اتجاه الحب. سمعت انه قيل لا تقتل، انا بقول لك لا تغضب، لان قانون الحب يلزمك، مش ما تقتلش، ما تغضبش. سمعتم قيل لا تزني، انا بقول ما تبصش. سمعتم قيل عين بعين وسن بسن، حب عدوك. يبقى هنا ايه؟ ده تتميم الناموس، ده كمال الناموس، دي شريعة الكمال الخاصة بالعهد الجديد، مش هتقدر تعملها غير لما المسيح يبقى صاحي فيك، يبقى حي. فكرة الميل التاني، الميل التاني يعني ما تديش الشخص على قد طلبه، تبنى مشكلته. في فرق بين واحد طالب طلب وانت باصص على المشكلة بشكل اجمالي كده وتتبنى المشكلة كلها، هو ده الميل التاني، انك انت تعمل اللي ما انطلبش منك، تعمل اكثر من المنتظر والمتوقع، هو ده اللي ما ربنا مستنيه مننا. اختم بقى واقول كم تدريب. احنا قلنا تعالوا نزرع وداعة نصلح ناس كتير، احنا ممكن نصلح المجتمع كله على فكرة لو احنا ودعاء زي المسيح، مش بعيد على المسيحيين ابدا، بس يبقوا مسيحيين كويسين. اول تدريب راجع نظرتك للناس عشان تساهم في اصلاح. جرب توصف كل شخص تعرفه بكلمة، هتلاقي اغلب الاوصاف سلبية. يعني لو حطيت لك 10 اسماء من اللي حواليك هتلاقي اول كلمة تيجي في دماغك سلبية مش ايجابية، ده معناه ان عينيك عاوزة شغل وداعة جامد قوي، عاوز نظارة جديدة، لانه اغلب اوصافك لحتى القريبين منك نيجاتيف مش بوزيتيف، فانت ناقصك وداعة وعشان كده مش عارف تصلحه. تاني تدريب، اشغل نفسك براحة ومصلحة شخص كل يوم. اشغل نفسك بمصلحة او راحة شخص كل يوم، وريتك تبتدي بمراتك وعيالك او جوزك واولادك او والديك. وفكر ببساطة، اكتر موضوع شاغل او تعب الشخص وهو ده اللي تروح تشيله. في شخص قلقان من حاجة
بتقعدش بقى تقول بلغتك انت ما هم حاجه ما تستاهلش القلق، بس هو الان الموضوع شغله، لو في ايدك تساعده في الموضوع ده ساعده، لان هو ده اللي شغله، ريحه. حتى لو مش شغلك، هو ده الحب، هو دي الوداعة الحقيقية اللي بيها تصلح الناس. تدريب كمان، اقبل كل شخص متعب على انه مدرسة للتواضع والوداعة. كل شخص متعب في حياتك، مرة قلت حاجة زي كده، فواحد جاي قال لي اعرفك بمدرستي، مراتي على مراته يعني. كل شخص متعب هو مدرسة في التواضع والوداعة. أخيرا افتكروا الآية دي، إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيء فإنه يغش نفسه. يعني كرامتك الحقيقية مش في مزاياك ومواهبك، كرامتك في كمية الناس اللي بتريحهم، في كم واحد شلت ثقله، هي دي الكرامة قدام ربنا. ريحت مين وخدمت مين، هي دي قيمتك عند ربنا. إنما صفاتك إيه واسمك إيه ومركزك إيه، ده في الدنيا بس. فلو فهمت المعنى ده هتبقى عايز دايما مشغول بمساعدة وإصلاح الناس. لإلهنا كل مجد.